مساء الفل يا عمنا. يا حبيب اخوك يا دولة، اتأخرت ليه يا عم؟ معلش، لابتوب خلص؟ خلص يا برنس، ومية مية والحساب واصل. تسلم ايد حبيبي. اتفرج يابا براحتك يابا وخد راحتك. تهببت ايه؟ في ايه؟ انت فرمطته؟ اه فرمطته. الله يخرب بيتك. في ايه؟ الله يخرب بيتك، حسب الله نعمل وكيل فيك يا شيخ. في ايه يا عم، مالك سخنان عليا كده ليه؟ انت مش قلت لي افتحه لي وانا فتحته لك باي طريقه؟ يا الخبيه القديم، انا كنت فتحته بطفاش احسن يا ابني. انا مش قلت لك اهم حاجه ان عليه ما يتمسحش؟ هتبات بيه انا دلوقتي؟ هتبات بيه ايه؟ يابا انا ما يخصنيش الكلام ده، انت قلت لي افتح لي الباسورد باي طريقه وانا فتحته لك، اي حاجه تاني خارج عني الكلام. انت عايز تفتح دماغك؟ الله يخرب بيت اللي جابك. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا ممكن اقل ادب عليك واسمعك زباله الودان. معلش يا عمنا، معلش. تزعلش مني، ساعة شيطان. انت مش شواف خالص، ضغبش كده. خد بالك، اي حد مكاني ممكن يغفلك. تأمور يا ابني، خد بالك على وشك. اخوك الصغير خلصانة. مفيش اي طريقة تحاول ترجع داتها اللي انت مسحتها دي، وانا هديك اللي انت عاوزه. اللي انا عايزه؟ اللي انت عاوزه، بس هتعرف. طب انا معرفش سكة، معرفش. انما الباشمهندس صاحب الورشة دماغه اس اكس ماكس بيور، باشمهندس فهمان يعني، مش شبهي. ما تقلقش. ماشي ماشي، خلصوا وكلموني. يا عم خلصان، تزعلش مني. يا عم انا مش زعلان، انا قلت لك احنا شبه بعضينا، بس انت خطفتني. اخوك الصغير. اسمك ايه؟ ياسين. ماشي يا ياسو. ماشي، خلصوا وكلموني. يابا توكل وما تقلقش حبيبي يا ياسو.